التضامن بين رؤية الحلم والتصميم على تحقيقه، وتحدي الصعاب وتخطيها، وإحلال عناصر متكاملة في تشييد هذا الصرح الفندقي الكبير الذي يجاور الأهرامات الثلاثة ويستضيفها داخل فندق بارسلو الأهرامات الثلاثة. مهندس معماري فرض رؤيته الفنية، وبديلاً عن الهدم والتدمير قام بالتطوير والإصلاح في مبنى موجود منذ سنين ولكن بلا هوية. أعاد إليه الروح والهوية قائماً على الطراز النيو كلاسيك الإيطالي. ومن خلال سامر بهناسي إنتيرير تضامنت الثلاث شركات لمحاولة إعادة الوجه الحضاري عن طريق تجديد وتطوير الفندق بما يتوافق مع اشتراطات الكود العالمي للفنادق. وكان لدمج الثلاث شركات النجاح في تحقيق التناغم بين التصميم والتنفيذ والأثاث الراقي المتناسق. وقد تصدت أرك فيجن ديزاين جروب لأعمال تجديد وتطوير فندق بارسلو الأهرامات الثلاثة. فكان التحدي الأول هو ارتفاع مدخل الفندق، حيث كان ارتفاع السقف 2.30 سنتيمتر، فتم الاستعانة بخبير استشاري متخصص ليصبح الارتفاع بعد التعديل 4 أمتار. وكانت الحلول الإنشائية هي المفتاح من حيث الإطلالة على الاستفادة من الإمكانيات التقنية لشركة أرك إيرا للإنشاءات المقاول العام للمشروع. زينت حوائط البيانو بار ببانوهات خشب الآرو ملصق داخلها ورق الحائط النبيتي بزخارف ذهبية تردده نجفة ذات كريستال أسود ومعدن استانلس. حين ندلف من الاستقبال إلى اليسار هناك المطعم الإيطالي، وحين تشرع في تناول الباستا أدر عينيك في المكان. حوائط سوداء، وهو التيمة أو الخط اللوني الذي يربط الأوتيل في وحدة لونية تجمع بين الرصانة والابتكار، وهو ما حاول المصمم تأكيده في كافة فراغات الفندق. أشكال حديثة مجردة يجمعها ألوان العقيق حتى الأخضر، ترددها المناضد والحوائط التي تجمع بين الأسود ولون أخضر قلب الفستق، تتمحور حولها الكراسي من جلد التمساح الأسود. أما السقف فيحوي قنوات غائرة في انسيابية النهر وزرقته من تأثير الإنارة الزرقاء ألترا فايلوت. في سيجار بار يتجمع ذلك الأساس السكوني الأصيل في لون السيجار. واختار المصمم أرائك شيسترفيلد من الجلد البني المحروق، والتي تم انتقاؤها من فيرا فيرنيتشر. تحتضنها حوائط مجلدة بالخشب البالساندر ذي اللون البني الساخن في شفافية تزينها المرايا الذهبية الرصينة، مما يضفي على المكان الحس الرجولي والعزلة الهادئة. يستقبلك بارسلو في جناح يعج بالرومانسية، تحسها في لون البنفسج من القطيفة المستخدمة بعناية في أركان الرويال سويت. خط متعرج من الفضة هو برواز مرآة التسريحة، وأيضاً برواز يلف بنفسج السرير. ثم ندلف إلى حجرة جانبية تحوي صالون في لون الأزرق الغامق مطعماً بموتيف فضي، ومنضدة للطعام مع كراسي من القطيفة الحمراء في لون النبيذ الملكي. أما الحمام فهو من اللونين الأبيض والأسود في انسجام تام مع بقية مفردات الحجرة. استخدمت فيرا فيرنيتشر ذلك الانسجام في الفخامة واللون، مما يضفي حساً يجمع بين المصرية الرصينة والفخامة الفرنسية. من أولى اهتمامات شركة أرك فيجن دراسة الفراغات في فندق بارسلو الأهرامات الثلاثة وتطويعها طبقاً لخدمة الغرض المراد تحقيقه، والمساحة التي تم اختيارها لمطعم سفينكس من فراغات مدروسة
لأهمية المطعم الرئيسي في الفندق، ثم يتم تطويعه في مجال الإنشاء لشركة أرك إيرا طبقاً للغرض المراد تحقيقه من حيث سهولة الخدمة والفتحات لتدفق الإضاءة المريحة. أما اختيار أسلوب التأثيث هو التطلع إلى شركة فيرا التي اختارت أسلوباً يجمع بين الأصالة والحداثة. في البدروم كان إصرار المصمم وراء استخدام الطاقة البديلة من حيث التعاقد مع أكبر الشركات الكورية في توريد أبسورشن شيلر حيث يعمل بالغاز الطبيعي. من أول وهلة دخولك للمطعم الشرقي تستقبلك الجلسة الخارجية والبار يذكرك بالتافيرن الإيطالية، ستائر بين اللونين الروز والنبيتي مما يضفي جواً وردياً على المقاعد البنفسجية المحلاه بالأخشاب الذهبية تطل على تراس متسع بدوره يطل على الأهرامات الثلاثة. يجالسك في مطعم حورس على الموائد المنثورة في لونها الأسود مع تلك المقاعد البنفسجية مزينة بموتيفة من الخشب المذهب وكؤوس من لون الياقوت مع لوحات تملأ الحوائط من الفنانين المستشرقين.